حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أخبار اليوم. أول خبر للعثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها. صراحة يعني ما أعرف أقول، في واقعة أشبه بمعجزة، عثر صياد على امرأة طافية فوق مياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها. ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو زي اللي شايفينه يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة. وقد ذكرت المرأة أنها حاولت الانتحار برمي نفسها في البحر ولكنها فشلت في هذا الأمر. يا جماعة هذا الخبر ذكرني يعني أول ما شفته بفيلم كاستاوي لتوم هانكس. مين فيكم شافه؟ يعني مرة حسيت القصة قريبة، ولكن سبحان الله كيف قدرت أنها تعيش عامين فوق سطح البحر، يعني مو على جزيرة زي توم هانكس، لا على سطح بحر. إلى خبر آخر، وطفلة تعاني هشاشة عظام مزمنة. هذه الطفلة البريطانية ذات ال 15 شهر تعاني من حالة نادرة جدا من هشاشة العظام غير قابلة للشفاء، لدرجة أن العطس يمكن أن يكسر ظهرها. تمكنت من الوقوف بمفردها للمرة الأولى، وقال الأطباء بأنها ستتمكن يوما ما من المشي لمسافة قصيرة جدا، ولكنها بحاجة لكرسي متحرك. يقطع قلبي صراحة الأطفال خصوصا في هذا السن. هذه اللقطة شايفينها اللي أول مرة توقف فيها لحالها، ولكن أكيد كانت بمساعدة حاجز السرير، ولكن نتمنى لها أكيد الشفاء من هذا المرض المزمن بإذن الله. إلى بريطاني يستعد لجينيس بأكبر لوحة تشكيلية. يعكف الفنان البريطاني ساشا جافري منذ 7 أشهر على إنجاز لوحة على القماش بحجم ملعبين لكرة القدم في فندق بدبي، في محاولة لتسجيل اسمه في كتاب جينيس للأرقام القياسية. ويؤكد جافري وهو يمشي حافيا على قماشته كثيرة الألوان اللي يبلغ حجمها نحو تقريبا 2000 متر مربع، أنه يعتزم تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر لوحة على القماش، وجمع 30 مليون دولار يخصصها لمبادرات تعليمية أو صحية يفيد منها أطفال فقراء. هذه هي الإنجازات اللي نتكلم عنها. تبي تدخل موسوعة جينيس، سوي إنجاز عظيم، مو تعانق شجرة زي أمس. لأن اليوم ماني قادرة أنسى هذا الخبر. خلينا نروح من بريطانيا إلى اليابان، واليابان تصنع روبوتا عملاقا. ما اكتفت بالروبوتات اللي صنعتهم، لا، قرروا يصنعوا روبوت عملاق جدا. طبعا استمد شكله من شخصية مشهورة من سلسلة رسوم متحركة شهيرة للاختبار في مدينة يوكوهاما اليابانية. ويبلغ ارتفاع هذا الروبوت ما يقارب تقريبا 60 قدم، أي 18.29 متر، ويزن حوالي 24 طنا. وصنع الروبوت من أكثر من 200 قطعة صنعت من خليط الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون. ما أعرف وين يا اليابان، يعني وين حتأخذنا إنجازاتكم خصوصا في الروبوتات. يعني صراحة ما اكتفوا بالروبوتات العادية، صنعوا روبوتات عملاقة.